بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات. سوف نتعلم اليوم من درس جديد وهو بعنوان تقريب الأعداد. تقريب الأعداد، فكرة الدرس سوف أقرب أعداداً ضمن الملايين. سوف نتعرف على التقدير والتقريب. طيب، لدي استعد. تزن شاحنة وهي محملة 36,554 كيلوغرام، فما وزنها التقريبي؟ طيب، عندما لا تحتاج إلى إجابة دقيقة، بما أن طلب مني إيش؟ تقريبي. عندما لا تحتاج إلى إجابة دقيقة فإنك تقوم بتقديرها، أي باستعمال التقريب، ويمكنك استعمال خط الأعداد للتقريب. طيب، نشوف المثال. طيب، طلب مني تقريب الأعداد. قرب وزن الشاحنة إلى أقرب ألف. طيب، أنا راح أشوف العدد اللي أعطاني إياه اللي هو كم؟ 36,554. طلب مني أقرب إلى إيش؟ إلى ألف. إذا سوف أذهب أشوف ما هو العدد الذي يقع في أقرب إلى ألف، الذي يقع في منزلة الألف، أحد الألف. إذا لدي الأربعة، الأربعة أين يقع؟ في أحد الواحدات. الخمسة أين يقع؟ عشرات الواحدات. الخمسة أين تقع؟ مئات الواحدات. الستة أين تقع؟ في أحد الألوف. أحسنتم. إذا رسمنا خط الأعداد، بدأنا من 36,000، 36,200,000، 36,400، 36,600، 36,800، 37,000. إذا أعطاني السؤال 36,554. إذا لاحظت تقع هنا بين 36,400 و 36,600. طيب، انظر إلى خط الأعداد، سنلاحظ أن العدد 36,554 أقرب للعدد 37,000. إذن فإن العدد قربناه يكون قربته إلى 37,000. طيب يا عزيزاتي، يمكن استعمال القيمة المنزلية لتقريب الأعداد أيضا. يمكنك استعمال القيمة المنزلية لتقريب الأعداد أيضا. طيب، مفهوم هذا أساسي جدا مهم. الخطوة الأولى، أضع خطا تحت الرقم في المنزلة التي سيتم التقريب إليها، أي بمعنى الرقم الذي سوف أقربه أضع تحته خطا. الخطوة الثانية، أنظر إلى الرقم الذي عن يمين المنزلة الذي سيتم التقريب إليها. الخطوة الثالثة، إذا كان هذا الرقم أقل من أو يساوي الأربعة فلا تغير شيئاً، أما إذا كان أكبر من أو يساوي الخمسة فأضف واحد إلى الرقم الذي تحته خط. الخطوة الرابعة، ضع صفراً مكان كل رقم عن يمين الرقم الذي تحته خط. طيب، نأخذ مثال للتوضيح. طلب مني سؤال تقريب الأعداد يبلغ قطر كوكب زحل 120,536 كيلومتر. قرب هذا العدد إلى أقرب ألف. طلب مني أقرب هذا العدد إلى إيش؟ إلى أقرب ألف. طيب يا عزاتي، لدي الرقم، لكي أقرب إلى ألف سوف أشوف العدد الذي سوف أقربه إلى ألف. الستة أين يقع؟ في أحد الواحدات. الثلاثة أين يقع؟ في عشرات الواحدات. الخمسة أين يقع؟ في مئات الواحدات. خلصنا دورة الواحدات. إذن الصفر أين يقع؟ الصفر يقع في أحد الألوف. إذن العدد صفر سوف أضع تحته خط. الخطوة الأولى، أضع خطا تحت المنزلة التي تريد التقريب إليها. طيب، في هذه المسألة نضع خطاً تحت الصفر، لماذا؟ لأنه يقع في أحد الألوف وهو طلب مني يقربه إلى ألف. إذن وضعت خط تحت العدد صفر. الخطوة الثانية، أنظر إلى الرقم الواقع عن يمين ما تحته خط. العدد عندي صفر تحته خط، العدد اللي على جهة اليمين يكون هو إيش؟ إذن هو الرقم خمسة. طيب، بما أن العدد خمسة من الأعداد الكبيرة، إذن أضيف للصفر واحد. أضيف للصفر
واحد، إذن سوف يكون واحد. طيب الخطوة الرابعة، العدد الذي تحته خط، خلاص الأعداد اللي على جهة اليمين تكون جميعها أصفار، أضع أصفاراً بدلاً من جميع الأرقام الواقعة عن يمين ما تحته خط. لدينا الواحد، إذا الأعداد كلها سوف تكون على جهة اليمين أصفاراً، إذا سوف يكون العدد، قربته إلى ألف، إذا سوف يكون 121,000. واضح لكم يا عزيزاتي؟ واضح لكم؟ طيب نأخذ مثال، طلب مني قرب كل عدد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة، أعطاني 927. طيب أعطاني 927 وطلب مني في منزلة العشرة. طيب أنا سوف أذهب أشوف ما هو منزلة العشرة، ما الرقم الذي يقع في منزلة العشرة؟ السبعة يقع أين؟ في منزلة الآحاد، أحسنتم. الاثنين أين يقع؟ في منزلة العشرات، إذن الاثنين سوف أضع تحتها خط. طيب يا عزاتي انظر للعدد اللي على جهة اليمين، العدد إذا كان أربعة أو أقل ما أضيف شيء، إذا كان خمسة وأكثر أضيف للعدد الذي تحته خط واحد، إذن سوف يكون تنزل التسعة، الاثنين أضفتها واحد صارت ثلاثة. طيب يا عزاتي العدد الذي تحته خط، الأعداد اللي على جهة اليمين أضع أصفارا، لدي السبعة سوف يكون صفرة. إذن سوف يكون صفر. واضح لكم؟ واضح لكم يا عزيزاتي؟ طيب ننظر للسؤال اثنين، أعطاني 934، طلب مني أقرب إلى إيش؟ إلى 100. طيب لدي الأربعة أين يقع؟ بالآحاد، ولدي الثلاثة أين يقع؟ بالعشرات، ولدي التسعة يقع أين؟ في المئات، إذا أضع خط تحت العدد تسعة. طيب أنظر للعدد اللي على جهة اليمين، عدد أقل من أربعة أو أكثر من خمسة؟ أحسنتم، إذا عدد أقل من أربعة، إذا ما أضيف شيء، إذا ينزل التسعة نفس ما هي؟ وأضع أصفاراً على العدد يمين، إذا صفر الثلاثة تكون صفر والأربعة تكون صفر. واضح لكم؟ طيب يا عزاتي في مثال ثلاثة أعطاني 4,282، طلب مني إيش؟ أقرب إلى 1000، إذا الاثنين أين يقع عندي؟ الاثنان في الآحاد، الثمانية في العشرات، الاثنين في المئات، الأربعة في الآلاف، إذا العدد أربعة أنا سوف أضع تحته خط لأنه يقع في آحاد الألف. طيب انظر للعدد اللي على جهة اليمين، لدي كم؟ اثنان. الاثنان من الأعداد الكبيرة أم الأعداد القليلة؟ أحسنتم، من الأعداد القليلة، إذا ما أضيف للأربعة شيء، إذا نزلت الأربعة وأضع على الأعداد يمينا كلها جميعها أصفار، واحد الاثنين تكون صفر والثمانية تكون صفر والاثنان تكون صفر. واضح لكم؟ يكون 4,000. واضح لكم يا عزيزاتي؟ واضح لكم؟ طيب تعلمنا كيف تقرب الأعداد باستعمال خط الأعداد وباستعمال القيمة المنزلية، أخذناها بخط الأعداد وبالقيمة المنزلية. واضح لكم الدرس يا عزيزاتي؟ عرفنا كيف أقرب أعداداً ضمن الملايين بالتقدير والتقريب باستعمال خط الأعداد والقيمة المنزلية. إذن شكراً لكم يا عزيزاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.